السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا لازين وياكم ايفر ولم رجعكم بمقطع جديد. طبعا انا اسف لان صار لي 6 ايام او اسبوع ما ناشرت شدة احضر لكم اشياء رهيبة ان شاء الله بهذا الشهر. اقول لكم رمضان كريم حبايبين، عاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحة والعافية والطاعة والغفران. احبكم هواية، اتمنى بهذا الشهر كنا نحسن نفسنا ونصير ناس احسن، واللي عنده اخطاء يحسنها واللي عنده اخطاء يعدلها. لا تنسون تتقربون لربكم اكثر يا اخوان. طبعا كلتنا عشنا رمضان وكلتنا عرفنا انه دائما رمضان كل شيء بيصير حلو. ما تعرف ليش المسلسلات تصير حلوه، الافلام تصير حلوه، البرامج تصير حلوه، المقالب تصير، اليوتيوب يصير، كل شيء يصير حلو. واكيد لما نذكر كل ذني ما ننسى الالعاب، الالعاب ما تصير حلوه. ومن اقول الالعاب اعني ببجي موبايل. اي نعم يا اخوان، ببجي موبايل حضرت لنا شيء دسم ورهيب شهر رمضان هاي السنه، وحنجي نشوف انا وياكم نسويه. وهمين اكون حيكون تفتيح باكجات وصندوق شويه مفاجاه حيكون، وراح تكون اكو جوائز. يعني مصيبه، يعني مصيبه. تقريبا نبلش، خلينا نوصل هذا المقطع 100,000 لايك. واحد يشوف المقطع هذا يحط لنا لايك، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، واهم شيء هذا الانستغرام مالتي تريدكم تضيفونه. ما بقى شيء، نوصل 100,000 متابع. حبكم هاي، خليكم المقطع. اوكي يا اخوان، اول شيء راح يكون عندنا حلو بلعبه ببجي موبايل اللي هو حدث خاص برمضان اليوم مثل ما نشوفه قبالكم سوي هنا الشباب، اللي هو تمنى امنيه راح ندخل عليه سوا. هذا الحدث راح يكون خاص برمضان شباب، مثل ما تشوفون قبالكم هنا مكتوب امنيه او تمنى امنيه. شنو فكره هذا الموضوع شباب؟ اكو 5 قطع معدنيه راح نحاول نجمعها او ندمجها من خلال انه نسوي بعض المهمات على مود نقدر نسوي مصباح تمني واحد، واللي هو حناخذ به مكافات حلو. وهنا هاي الخمس عملات موجوده جوا مثل ما تشوفون، السلام، السعادة، الجمال، الحظ والصحة. فعندنا مهمات مثل مهمة تسجل الدخول الى اللعبة اللي هي انا اخذتها، وعندنا مهمة اكمل مباراة كلاسيكية بعدني مكملها، راح نروح هسه اسويها سريع. ابلع. اوكي شباب، ويش اكون؟ خلصت المهمة. اوكي شباب، مثل ما تشوفون قبالكم كملنا المهمة كلش ايزي، ندوز جمع. شوفوا هاي المكافآت الحلوة اللي اقدر اخذها بمصابيح التمني اللي اقدر اجمعها، وانا حاليا للاسف ما عندي ولا مصباح تمني. فاخوان مثل ما تشوفون قبالكم كل 5 عملات نقدر نسوي بيها مصباح تمني واحد، ونقدر ناخذ بيها هاي الجوائز الرهيبة مثل ما تشوفون قبالكم هاي الجوائز الحلوة. فهذا هو كان الحدث مال تمني امنية، ونروح للشغلة اللي بعدها. يا اخوان الشغلة اللي بعدها اذا نجي نفوت على احداث وبعدها نروح على الموصبة وبعدها ننزل جوا، راح الصندوق الغامض صورته عرف رهيبه. هذا الصندوق شباب شنو سالفته؟ بهذا الحدث اللاعبين راح تكون عندهم 5 فرات باليوم كل 30 دقيقه، وراح تصير اكو اعاده تعيين كل ساعه 12 من كل يوم، واللاعبين يقدرون يفتحون الصناديق عن طريق هز الهواتف. مثل ما نشوف مكتوب قم بالهز لفتح الصندوق الغامض. اوكي طبعا راح تكون اكو جوائز. الجوائز هي عباره عن شنو؟ مكافاه عالميه اللي هي 20 ايفون 12 و40 ايربودز وتليفون ون بلس 10 في 8. حرك هاتفك لفتح الصندوق. بسم الله، يا هلا يا هلا. اوه 5 جمع اليوم مايدا، لازم اجيهم بعد نص ساعه، وحتكون عندنا 5 سحبات اليوم. اوكي شباب، فلا تنسوا تشاركون بهذا الحدث حتى تاخذون كل الجوائز. اوكي يا اخوان، لنا نكون وصلنا للحظه المهمه اللي هي سكار الجوكر. احس كل الصعبه ما راح نقدر نجيبه، بس ان شاء الله راح نقدر نجيبه. عندنا 15,000 شده. طبعا اللي يسال انه تفوت لايفر، هاي موجوده الصناديق فوق مثل ما تشوفون شباب، هاي هي لاج سبين، هذا هو السكار الجوكر. شوفوا هذا شكله يا ربع، شكل كلش رهيب. ومثل ما شفتوا بالفيديو انتم، خلينا ندوس مره ثانيه ونقول بسم الله. اوكي ندوس سكيب. حلو. اوه ماتيريال نايس، بس انا ما اريد ماتيريال، اريد السكار. ندوس. ما سوي تخطي هسه، ما سوي تخطي. اوكي اوه طلع لي سكين، وربما ما انتبه طلع ماتيريال ثاني وسكين. يا ربع شنو صار؟ يا ربع شوف هذا السكين طلع لي لكاش، وماتيريال اثنين همينه، والله رهيب لحد الان رهيب. بس احنا شنو؟ اريد السكار. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الفره اللي بعدها دوس سكيب. اوه طلع لي مره ثانيه. اوكي يلا مرة انا وغمض شباب، يلا بدون سكيب، يلا يلا. اوكي ايش طلع لي؟ يا اخي
ها مارتين إليتش. شباب هذا مو إليتش، هذا يتخلى بالخشم مال جوكر. زين الفرة اللي بعدها افتحها بخشمي. يا الله خشمي قد كبير راح يثون فوتني. اوكي يس خشمي شباب. اوكي ماتيريال سكار اي شيء اي شيء اريد. هاي شو ايش ها شلون؟ خلينا نفتح 10. هاي مباغته يسموها. هاي سنرجع نفتح. هاي مضمونه 100% هاي 100%. اوه حلو الباراشوت. يا هلا بعمل الباراشوت منور ما ظلت هبوط الكذبه يا كذاب. هذا الصندوق اوكي صندوق مجاني ماتيريال. لا شنو هذا؟ اتوقع ما جنطة حلية قبلة النيون. يلا هاي افتحها واندار شباب. اوكي بسم الله. اوه ماتيريال. يلا اجين 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 ماتيريال يس. الصندوق راح يفتحه هسه حيطلع لنا بي السكار مضمون 100% زائد ماتيريال، لانه هو كاتب اذا وصلت 200 بالحظ راح يطلع لك السكار. فراح نفتح ونقول بسم الله. حظ الصفر صار واحد، السكار حيطلع. وينك يا هلا يا هلا بسكار الجوكر. تسارع الموسيقى يا هلا. وعندنا هنا ماتيريال همينا شباب. طلع لنا مجموعه المساعد مساعد الساحر. طلع لنا هذا ما كان طالع لنا الحمد لله والشكر. اعتقد هذا اخر صندوق ان شاء الله ماتيريال. قبعه مساعد الساحر. طلعنا الصندوق كله حرفيا وماتيريال. اليوم الحظ يا اخي لوز والله العظيم لوز. هذا اخر صندوق. او ماي جاد الحظ اليوم شو السالفه. اوكي يا اخوان حاليا نروح نخلي السكار الاسطوره بيبي. يا هلا سكار الجوكر. اخ نحتاج 2 بس ونطور كل مسج. يلا مو مشكله تعال خلينا نطور يا الربع. تاثير القتل الحلو والشكل المتقدم همين نطوره يا الربع. وهسه خل نروح نجربهم سوا بماب كراكين. يا هلا بكراكين. يا هلا شوفوا شباب اللبس الجديد والسكار الجديد بكراكين. الامور فول تعرفون الامور فول. شوف 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 الاحتراف شوف الاحتراف. راقب 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 بسم الله. ايزي اي افلت ابلع اللي بعده. شوف الاحتراف شوف الاحتراف. لا تكمبر حبي. ابلع عليك استريح. ابلع ابلع ابلع. لا لا تحت امك. ما اتوقع يقدر يدمج ما اتوقع يقدر يدمج. ها يا الربع تشوفون احترافي لو لا انتو. اقول ابلع والله هذا ما يدري ما يدري. لا هاي وحدة. اها اها اوه هسه زينة 19 كل المركز الاول. اوكي حبايبي لنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى تكون استمتعتوا طبعا. طبعا صفحات ببجي موبايل ميني اي سبورتس الجديدة راح تكون جوا بالدسكربشن. كل الاحداث والفعاليات الاي سبورت راح تكون موجودة هناك على صفحات التواصل الاجتماعي اللي راح اخليها جوا بالدسكربشن اللي هي مال يوتيوب والانستغرام. اوكي لا تنسونا باللايك واشتركوا اذا ما شفتوا مشتركين. حبكم واجد انكم اخوكم ايفر. مع السلامة. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.